رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقة النهر ففيه ليلة القدر منير في أماسينا وبل يمحو مآسينا ويسري في مآقينا ومنه رونق الفجر ثمان الصوم قد راقا وطيب البر قد ساقا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذه هي الحلقة السادسة من مسابقة رمضان الكريم، ياي، والتي ستكون على جائزة ورمة موضوع واللعبة أخرى من اختياري. واليوم أيضا سأطرح ثلاثة أسئلة جديدة وسأقوم بالسحب على أول 30 اسم الذين جاوبوا معنا جوابا صحيحا على أسئلة الحلقة الخامسة، وسأضع هؤلاء 30 اسم على عجلة الحظ لنخرج منها ثلاثة أسماء ليدخلوا معنا السحب النهائي الذي سيكون في نهاية شهر رمضان إن شاء الله، وسيعلق اسمهم هنا في الأعلى فوق منزل بوبي. والآن إلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة ولا يعرف كيفية الاشتراك، فسأضع لكم رابط الفيديوهان اللذان قمت فيهما بالشرح عن طريق الاشتراك في هذه المسابقة في صندوق الوصف الأسفل تحت الفيديو. ملاحظة هامة، التي دخلت معنا السحب النهائي الذي سيكون في آخر شهر رمضان إن شاء الله لا يجب عليها أن تجيب على الأسئلة المتبقية. والآن هيا بنا لأريكم الأسماء الثلاثين الذين سيدخلون معنا اليوم على عجلة الحظ. هؤلاء يا أصدقائي أول 30 اسم جاوبوا معنا جوابا صحيحا على أسئلة الحلقة السابقة أو الخامسة. ترى الآن من منكم متحمس لكي نسحب عليهم؟ ياي أنا متحمس جدا. هيا بسم الله ضعنا نشاهر ويالت باري إكسترا. هل أنت متحمسة؟ نعم كثيرا يا ميس. جيد. أوليفيا وأنتي؟ أنا أكثر من باري إكسترا متحمسة. إذا هيا نسحب. ياي كثير ما سيدخل اسمه السحب النهائي. أنا متحمسة. ياي طيش. لا أعرف إذا قرأت اسمك صح أو غلط. المهم سيعلق اسمك هناك في الأعلى فوق منزل باربي، ومن الممكن أن تربحين معنا باربي موضول واللعبة أخرى من اختياري. هيا بنا نسحب على الاسم الثاني. بسم الله. سيعلق اسمك هناك في الأعلى فوق منزل باربي، ومن الممكن أن تربحين معنا لعبة باربي ميت موف ولعبة أخرى من اختياري. ولقد دخل اسمك أيضا في السحب النهائي. هيا بنا نسحب على الاسم الثالث والأخير. لا لا دايما إعلانات. سيعلق اسمك هناك في الأعلى فوق منزل باربي، ومن الممكن أن تربحين معنا لعبة باربي موف واللعبة أخرى من اختياري. والآن هيا بنا نحل أسئلة الحلقة السابقة ونطرح أسئلة جديدة. ولكن قبل أن أطرح الأسئلة الجديدة ها قد علقت هنا الأسماء الذين دخلوا معنا السحب اليوم النهائي. فاطمة بعيطش، لما علي توفيق أحمد، إناس حسن. سأقرأ الآن الأسماء جميعا. نور تامر سمور، ديالة محمد عبد العزيز شيوخ، آية زينور، روان محمد صبري سالم، فاطمة علي أحمد، رحاب نبيل وحيد، مريم حسام عبد الفتاح، فاطمة محمد أحمد عبد المجيد، نور كريم العريف، سلمى محمد فتحي، أفراح أبو البشر عبد الرحمن، حلا سمير إبراهيم رزق الشبلي، فاطمة بعيطيش، لما علي توفيق أحمد، إناس حسن. هؤلاء يا أصدقائي جميع الأسماء الذين دخلوا معنا السحب النهائي. أصبح هنا لدينا يا أصدقائي 15 اسم أو 15 مشاركة في هذه المسابقة،
بقي لدينا ايضا 15 اسم لكي يكتمل هذا الحبل. يوي انا متحمسة جدا لكي نسحب على هؤلاء الاسماء. وحظ اوفر للجميع، وكما قلت لكم يمكنكم المشاركة، يوجد امامكم فرصة لانه سينزل ايضا فيديوهات اخرى تخص هذه المسابقة. اسئلة الحلقة السابقة: كم عدد الخلفاء الراشدين مع ذكر اسمائهم بالترتيب؟ عددهم 4: سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. والسؤال الثاني: ما اسم الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. السؤال الثالث والاخير: ما اسم اول شهيدة في الاسلام؟ هي الصحابية الجليلة سمية بنت خياط، ولكن انا عايزة ان كتبت هنا بن، لقد اخطأت، وهي والدة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه. والان هيا بنا الى طرح الاسئلة الجديدة. اسئلة الحلقة السادسة: السؤال الاول: كم استمرت دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم السرية في مكة المكرمة؟ وهنا ستكتبون الجواب. والسؤال الثاني: كم دامت دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العلنية؟ هنا ستكتبون الجواب. يعني قصدك كم عاما دامت الدعوة السرية وكم عاما دامت الدعوة العلنية، وهنا ستكتبون الجواب. والسؤال الثالث والأخير: كم كان عمل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما توفي؟ هنا ستكتبون الجواب. هيا أسرعوا بسرعة، ارسلوا أجوبتكم الصحيحة على هذا الإيميل الذي سيظهر الآن أمامكم على الشاشة. وملاحظة مهمة جدا جدا جدا: الرسالة التي لا تحتوي على اسم المشتركة أو اسمكم لن يتم أخذها، يجب عليكم أن تكتبوا اسمكم. والآن أتمنى للجميع حظا موفقا، وإلى اللقاء. أحبكم كثيرا كثيرا جدا، أراكم في فيديوهاتي القادمة. باي باي.